السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. الفيديو تاع اليوم فيه وصفات متنوعة. أولا غادي نبدو بالبطاطا الحلوة وغادي تشوفوا طريقتي في طهيها. ثانيا غادي تشوفوا كيفية صنع حساء بالبواغو، حساء جد صحي خفيف ولا يحتوي على الطماطم. بعد غادي تشوفوا كيفية طهي البلوط في الفرن، وفي الأخير غادي تشوفوا كيفاش تحصلت على آلة نسبريسو اللي تصنع كافي لاتيه مجانيا. سنبدأ أولا في كيفية طهي البطاطا الحلوة. بسم الله. هنا البطاطا حلوة بعد ما غسلتها ونشفتها غادي نقطعها إلى قطع. كما لاحظتوا هنا هي القطعة راها كبيرة، غادي نقسمها إلى 4 قطع على الشكل راكم تشوفوا فيه في الصورة. وإذا كانت عندكم بطاطا حلوة صغيرة تقدروا تطيبوها كاملة كما شريتوها. وهنايا ورقة الطهي يعني وضعتها في بلاطو، وغادي نوضع البطاطا الحلوة على هذا الشكل راكم تلاحظوا فيه في الصورة. لو كان توضعوا البطاطا الحلوة مباشرة فوق البلاطو يمكن تلصق لكم مع البلاطو في الأخير من الطيب. من بعد غادي نسخنوا الفرن على درجة الحرارة العادية 180 درجة مئوية، ما يعادل 150 درجة فرنهايت، ومدة الطهي تكون من 40 45 وفي بعض الأحيان حتى 50 دقيقة على حسب النوعية تاع البطاطا، أو تشوفوا هكاك تلمسوها وتلقوها طرية. هنا بعد ما طابت شوفوا كيفاش تجي طريه، والاستهلاك تاعها يكون مباشره يعني لازم تكون ساخنه كما انا نفضلها ساخنه. بالنسبه لحساء بالبواغو جد بسيط ولا يحتوي على الطماطم. هنا كميه تاع بواغو بعد ما نزعت لها هذوك الرؤوس وايضا نحيت لها الطبقه الخارجيه اللي تكون ناشفه وقطعت هذوك الجهة الأخرى. هنا شادرت قسمتها بالسكين وغسلتها مليح خصوصا بين الأوراق هذوك الطبقات، يكون تمك في بعض الأحيان التراب راه متراكم. تغسلوها جيدا وتقطروهم، بعد تقطعوهم إلى قطع كما راكم تلاحظوا في الصورة، إما بالقطعة الواحدة أو مجموعة نتاع بواغو. بعد ما قطعناهم راني واضعة في الطاجين ملعقة كبيرة تاع زبدة خليتها هنا من دابت، أضفت لها هذاك لي بواغو المقطع، زدت لها أيضا ملح وفلفل أسود وخليتهم يتقلاو على نار متوسطة حتى شفت هذاك البصل داب مليح على هذا الشكل راكم تلاحظوا فيه في الصورة. من بعد هنايا أضفت لها 2 أو 3 قطع نتاع ثوم يكون مقطع إلى قطع صغيرة، حبة بطاطا مقطعة وأيضا الكرافس، وغادي أيضا نزيدو نخلوهم يتقلاو قليلا، نغطوهم وخلوهم على نار متوسطة لمدة 2 دقائق. غادي بعد نخلطو هنا قليلا ونزيد لهم الماء الساخن، والكمية تاع الماء على حسب النوعية تاع الخضار، تقدروا تزيدوا إلا شفتوا الخضار تاعكم ما طابولكمش. هنا غادي نخلوهم أيضا يطيبوا على نار متوسطة، بعد ما نشوفوا الخضار طابت غادي نميكسوهم إما بواسطة الميكسور أو تطحنوهم في الطاحونة العادية. الميكسور يجعل هاد لاسوب تجي فلوتي، تجي غاية هكاك مليحة موسوز. هنا في الأخير إما تزيدوا لها كريمة الطهي، أنا زدت لها نصف كوب. إلا ما كانتش عندكم حاضرة من هذوك الخضار يكونوا يطيبوا قبل ما تميكسوهم تقدروا تزيدوا 2 أو 3 قطع نتاع الجبن نتاع الطلي، ومن بعد تميكسوا الكل مع بعض. هذه إلا ما كانتش عندكم حاضرة كريمة الطهي. وهنايا غادي خليتها تغلي فقط الغلية الأولى، من بعد طفيت عليها. وهنا الإستهلاك تاعها مباشرة، أنا بعد ما وضعتها في إناء تقدروا من الفوق تزينوها ايضا بكريمه الطهي. انا وضعت هكاك خطوط تاع كريمه الطهي تكون شويه كثيفه، ومن بعد بواسطه كيوردون ولا سكين ديروا هكاك خطوط عشوائيه للتزيين، وشهية طيبه. والان سنمر الى كيفيه طهي البلوط. هذا تلبيه لصديقتي قالت لي كيفاش طيبيه. هنايا انايا بعد ما غسلته ونشفته مليح كما راكم تلاحظوا، انا استعملت فقط كميه قليله غير باش نوري لكم الطريقه. كاين طريقتين في الطهي تاعو، اما طيبوهم في الماء يعني يغلو في الماء او في الفرن. اليوم غادي نديرها لكم في الفرن. هنايا ناخذ بالقطعه ولازم توضعوا فتحه على هذا الشكل يعني تفتحوه من الاسفل. هذه الفتحه علاش نوضعوها؟ باش من بعد في الفرن ما يطردك لكمش اولا، ثانيا بعد ما يطيب لكم تسهل عليكم عمليه نزع هذيك القشره. هنا غادي نكملوا بنفس الطريقة، إما ديروا خط عمودي أو توضعوا فتحة على شكل زائد، وتأكدوا مليح باللي فتحتوه والهواء دخل باش من بعد ما يطرطق لكمش في الفرن. هنا غادي نكملوا جميع البلوط، والآن راني مسخنة الفرن على درجة حرارة
200 درجة مئوية ما يعادل 400 درجة فرنهايت، البلاطو في وسط الفرن، ومدة الطهي من 20 حتى 25 دقيقة. هنايا فقط ملاحظة، من الأفضل الجهة المفتوحة وضعوها من الأعلى، لو كان توضعوها على الجهة الأخرى يعني مفتوحة من الأسفل يمكن تلصق لكم مع البلاطو ويطرطق لكم أثناء الطهي. هنا بعد ما فاتت مدة الطهي شوفوا كيفاش هنا يتلفخ لكم شوية. الآن غادي تنزعوا القشرة، ولا بغيتوا طيبوه في الماء. العملية نتاع تفتحوه قبل الطهي هذيك ضرورية، لازم تفتحوه توضعوا له فتحة ومن بعد توضعوه في الماء يغلي لمدة 20 حتى 25 دقيقة، أو حتى تشوفوه هكا كطري يعني تلمسوه وتشوفوه طري. هنا بعد ما نحينا لها القشرة كما راكم تلاحظوا الشكل النهائي نتاعها واش هي طيبة، وغادي نكملوا بنفس الطريقة في نزف قشرة البلوط المتبقي. وهنا غادي نحكي لكم كيفاش تحصلنا على آلة نسبريسو مجانيا. كما تعرفوا هنايا نسبريسو هذه تدير القهوة الكحلة وأيضا بالحليب، يعني تديرهم للاثنين مع بعض. والآلة اللي كانت عندي من قبل هذه تحطوا لا كابسول هنايا وتتحصلوا على القهوة الكحلة، يعني حنا كنا نستهلكوا كثيرا هذا النوعية نتاع القهوة. وعندنا كونت، عندهم عندنا حساب عند نسبريسو، من بغو نديرو لي كوموند نكوموندو هادو لي كابسول من هذاك الحساب. من بعد بعثوا لنا بروموسيون كانوا دايرينها، وهاد لي بروموسيون ماشي عاملينها كاع العام، يعني نتوما تروحوا تحوسوا عليهم. قالوا لنا لو كان تشرو 500 كابسول تتحصلوا على هاد الآلة مجانيا. وحنا كيما نستهلكوا كثيرا القهوة نسبريسو، هادو لي كابسول شريناهم وغادي يشدونا لمدة طويلة، وفي نفس الوقت تحصلنا على هاد الآلة. هنا وين يوضعوا الحليب وتوضعوا لا كابسول من الفوق، من بعد توضعوا الكاس، ومن بعد غادي يمتزج لكم الحليب مع القهوة مع بعض. إما تبغوا القهوة لوحدها تنجموا ديروا القهوة وحدها، ولا بغيتوا المزيج تاع الحليب ولا والقهوة تقدروا تستعملوها بهذه الآلة. والثمن تاعها العادي يعني لو كنتوا أول مرة بغيت تشروها هي دير 450 دولار، يعني غالية بالدينار الجزائري بالتقريب 60 ألف دينار جزائري، وبالعامية قد 6 ملايين. كما حنايا تحصلنا عليها مجانيا لكن شرينا 500 كابسول هذيك القهوة الصغيرة، وتحصلنا أيضا معها عينة صغيرة يعطوها لكم مع العلبة باش زعما هكاك تجربوا كاع هذوك الأذواق ومن بعد تختاروا الذوق اللي يناسبكم. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.